بلاقي ونس تحت. الوحده كانت دايما على لسانه يعني، دايما هو يتكلم عن الوحده في حواراته يعني. هل الدرجات دي بنجوميه ما خلتوش يشعر بالسعاده؟ هقول لك على حاجه غريبه قوي يا دكتور عمرو، صدق ان هو عمره ما حس انه نجم الا فلما عيه، لما راح تعب وودناه المستشفى، فكان عنده ميه على الرئه، فاحنا عرفنا ان هو عنده كانسر في الرئه. انا مش قادر اقول له، وممدوح واقف رحمه الله عليه مش قادر يقول له، دكتور حسن البنا مش قادر يقول له، كل ده مش عارفين نقول له ايه. فجينا فيهم قاعدين انا هو، فهو يقول لي اقفل الموبايل، وهو يقفل موبايله وارفع السماعه كمان بتاع التليفون، مش عايز حد، مش عايز اتصال خالص. وبعدين لقيت شخص جه وسوري برجليه راح ضرب الباب، حط السماعه الرايس على التليفون. يا خبر اسود، انا اتخضيت، الرايس على التليفون، فروحت حاطط السماعه، فالراجل خرج، ف التليفون ضرب، قال له رد. مين معايا؟ قلت له انا وطني. قال لي انا معاك اللي هو حاج عبد العزيز، جمال عبد العزيز. جمال عبد العزيز. قلت له امرك يا فندم. قال لي الاستاذ احمد فين؟ قلت له موجود يا فندم. قال لي طب ما تشغلوش التليفون، الرئيس هيتكلم. حاضر. حط التليفون، قلت له استاذ احمد الرئيس هيتكلم. الرئيس مبارك يا فندم. الرئيس مبارك. الرئيس مبارك. اه رحمه الله عليه. فحطينا السماعه والتليفون ضرب تاني، فقال لي رد يا وطني. فين احمد يا، فين الاستاذ احمد يا وطني؟ قلت له يا فندم ثانية واحدة، الاستاذ احمد اتكلم. فقام راح ماسك التليفون، ايوه ازيك يا سياده اللواء مش عارف ايه، وقف حوالي نص دقيقه 20 ثانيه كده مثلا. ايوه يا سياده الرئيس. طبعا الدنيا سكون حضرتك، فصوت الرئيس انا ايه؟ سمعه. ازيك يا احمد، عامل ايه يا حبيبي؟ قال له كويس يا سياده الرئيس، ربنا يخليك يا فندم. انت لازم في خلال 48 ساعه تكون في باريس. قال له لا يا فندم مش مستاهله، ده هي شوية برد وهتروح وبتاع. قال له اسمع اللي بقول لك عليه يا احمد. قال له ستر راسك كتر خيرك، بس يعني انا شايف انها مش مستدعيه، شوية كحه وشوية برد، مش ناسي الجمله. قال له احمد انت ثروه قوميه لابد من المحافظه عليها. كتر خيرك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم. وكان حاطين السماعه. هو ذكي جدا طبعا، ذكاء فطري غريب، وعنده حاسه استشعار غريبه. قال لي بقول لك ايه يا وطني، يعني ايه رئيس الجمهوريه يكلمني؟ من هنا بدا يحس ان في هاله هتتحرك، رئيس الجمهوريه بيكلمه. فقلت له يا استاذ احمد انت ليه مقصر في حق نفسك؟ الراجل قال لك انت ثروه قوميه وانا سامعه، فهو خايف عليك وانت واجهه مشرفه للفن العربي بشكل عام، ليه يعني ما فيهاش حاجه؟ راح حاسس دماغه كده، قال لي حاضر. هو فعلا ثروه قوميه. اه طبعا، يعني الرئيس مبارك رحمه الله عليه طبعا كان بيتكلم صح عن احمد، او كان بيحبه.